قناة عالم الحيوان. الصقر يتمتع بقوة هائلة أهلته بأن يصنف بأشرس الطيور الجارحة، وأصبح رمز القوة، بل إن اسمه عنوان الشجاعة. يستطيع أن يطير بسرعة 300 كيلو متر في الساعة، ويتراوح طوله ما بين 22 سنتيمتر و 40 سنتيمتر، والمسافة ما بين جناحيه تتراوح ما بين 50 سنتيمتر و 110 سنتيمتر. وزن الصقر يتراوح بين 700 جرام وكيلو و 2 جرام، ومتوسط عمره يتراوح ما بين 12 عاما إلى 18 عاما. يستطيع أن يغير اتجاهه بسرعة كبيرة، وينتشر في جميع أنحاء العالم. يميل بعض الصقور إلى العيش في الأماكن معتدلة المناخ في نصف الكرة الشمالي. بصر الصقر حاد بشكل لا يصدق، ولديه منقار مدبب ومخالب قوية تساعده على الاستيلاء على فريسته بسهولة، وهو معروف بقسوته مع فرائسه. يتغذى الصقر على الحيوانات الصغيرة مثل الفئران والضفادع والأرانب بالإضافة إلى الأسماك. يحب العيش منفرداً ولا يجتمع إلا في مواسم التزاوج، ويعيش طوال حياته في نفس المكان. يوجد بعض الأنواع من الصقور التي تعتبر من الطيور المهاجرة وتنتقل من مكان إلى آخر. يبدأ الصقر في التزاوج بعد مرور سنة من مولده، وطقوس الزواج تأخذ حوالي شهر تقريباً، وذلك باستخدام عروض جوية لجذب الإناث. الصقر يتزوج أنثى واحدة مدى الحياة، والأنثى تبيض في نفس الإقليم الذي تختاره كل عام، حيث تبني عشها هناك، ويتم بناء العش عموماً من الأغصان الصغيرة والأعشاب والمواد النباتية الأخرى. ويفضل بناء أعشاشه في الأماكن المرتفعة مثل الجبال وقمم الأشجار، حيث تعتبر تلك الأماكن آمنة بالنسبة للبيض والصغار من الحيوانات المفترسة. تضع أنثى الصقر في المتوسط 3 بيضات في المرة الواحدة بعد فترة حمل تمتد من 29 يوماً إلى 32 يوماً، وتقوم الأنثى برعاية صغارها حتى يصبحوا أكبر حجماً وأكثر قوة، ويتعلمون الطيران واقتناص الفرائس والدفاع عن أنفسهم، وهذه الفترة تأخذ 42 يوماً. هناك أكثر من 40 نوعاً مختلفاً من الصقور، أشهرها الصقر شاهين والصقر الأسود وصقر البراري. معلومة غريبة: عند اصطياد الصقر يكون غير معتاد على الأسر، لذلك يقوم الصياد الماهر بتغطية رأسه ووضعها في الرمال، ويرش الماء البارد على صدره للتخفيف من شدة ضربات القلب خشية موته. يخشى الصقر الأسر، ولذا تزداد دقات قلبه بطريقة سريعة إلى أن ينفجر القلب ويموت الصقر. ويفضل عدم رؤيته لمن اصطاده، لأنه كلما شاهده سيشعر بالإهانة مجددا، ولكن بعدما يهدأ يمكن لصاحبه تدريبه. يظل عالم الطيور والحيوانات عالم غريب، فابقوا على متابعتنا لمعرفة المزيد من المعلومات العجيبة والفريدة. قناة عالم الحيوان.